يسعد صباحكم مشاهدي أورينت نيوز من وين ما كنتوا عم تتابعونا بجولة صباحية جديدة. صباح الخير هاني. صباح الخير فانيتا، وأكيد صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم تحضرونا. أكيد بدنا نحييكم من برنامج جولة الصباح. اليوم عندنا فقرات منوعة على مدار ساعتين من الوقت. في بأخبارنا بدنا نحكي عن حملة بلدك بحاجتك لتسليط، اللي هي بتسلط الضوء على أهمية الشباب السوري في بناء سوريا الحديثة. نعم هاني، وكمان رح نحكي عن النظام اللي عم يجبر الموظفين بدير الزور على الالتحاق بدورات عسكرية. أكيد، ورح تكون معنا أم فراس أيضا لنحكي أكثر عن طبقة البتنجان. وكمان رح يكون معنا فقرة الأحلام اللي بتستنوها كل أسبوع يوم الخميس حتى نحكي عن أحلامكم ونفسر لكم إياها. خليكم معنا مشاهدينا. حلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب، وحلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كذاب، يا تارك النهدار علمينا كيف لك قلب مضوي أمانينا، يا تارك النهدار علمينا كيف لك قلب مضوي أمانينا، ضلك بحر آه يا بحر لم يندمع غياب، واليوم صار النوى يضحك على القهار، كنا حبايب سوا اسقى الموجات، واليوم صار النوى يضحك على القهار، سافرت فينا يا ما عرملك همنا نسينا، يا ما بحبك سافرت فينا يا ما عرملك همنا نسينا، نسيت الوفا والوفا طبعك يا ابو الاحباب، طبعك يا ابو الاحباب. طاير في السفر لا يا حلم صياد، مازن قلبك حجر يأسى على على الأولاد، ونحن أولادك يا بحر يا كبير، انت الملح للجرح سرك كبير، نحن أولادك يا بحر يا كبير،
مشاهدينا الأجواء صيفية ورح نعرف أكثر كيف رح تكون حالة الطقس لليومين الجايين. هلا مثل ما حكيت هاني في ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل يعني ملحوظ ومش يعني نقول مو طبيعي كمان قد ما في ارتفاع عن جد عم نحس انه الاجواء صيفية جدا، فسجلت درجات الحرارة العظمى ارتفاعا اضافيا يوم امس ولامست 30 ل 31 درجة مئوية في عدد من المناطق الداخلية، كما هطلت زخات محلية من المطر في بعض المناطق الجنوبية والشرقية، اما بالنسبة لليوم فستبقى التغيرات طفيفة على درجات الحرارة بحيث ستستمر فوق معدلاتها السنوية لمثل هذه الفترة من العام بحدود 7 ل 9 درجات مئوية، كما ستبقى البلاد تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة نسبيا، تأثيرها الأوضح في المناطق الشرقية والبادية. نعم فانيتا، وتكون الأجواء مائلة للحرارة في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون أيضا الفرصة مهيئة لهطول زخات متفاوتة الغزارة من المطر قد تترافق بالرعد، وتتسم بطابعها المحلي خلال ساعات الظهر وحتى المساء، وتكون الفرصة الأكبر لهذه الهطولات في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال بعض الظهر والعصر. مشاهدينا خلونا سوا هلا نشوف درجات الحرارة في المدن السورية وعدد من العواصم العربية. كانت حالة الطقس لليوم، استمتعوا بهالأجواء الصيفية، وهلأ رح ننتقل لأخبار المجتمع السوري. نبدأ مشاهدينا أولى أخبارنا لليوم من الشمال السوري، حيث أطلق مركز النبأ الإعلامي في ريف حلب الغربي بالتعاون مع شبكة آمان حملة تحت عنوان بلدك بحاجتك، لتسليط الضوء على أهمية الشباب السوري وحاجة سوريا لقدراته، حيث تم رسم لوحات جدارية في الأماكن العامة وساحات التظاهر للتعبير عن ذلك. وقال المسؤول الإداري في مركز النبأ الإعلامي محمد مالك ياسين في حديث صحفي إن المركز قام بحملة بلدك بحاجتك، وذلك بعد دخول الثورة السورية عامها السادس، وأفاد أن الحملة أطلق عليها هذا الاسم ليقينهم بأن سوريا لن يبنيها إلا أبناؤها في الداخل أو المهجر أو مخيمات النزوح واللجوء. علقت مديرية صحة حلب الحرة عمل مركز أمراض الدم الوراثية تلاسيميا في ريف حلب الغربي، وهو الوحيد في الشمال السوري الخاضع لسيطرة الثوار بسبب عدم توفر أي منظمة ترعى المركز، ما يهدد حياة المئات من المصابين الذين يحتاجون لعناية دورية. وكان المركز قد افتتح منذ أقل من عام تحت رعاية مديرية صحة حلب الحرة، والذي يهدف لتقديم علاج للمصابين بهذا
هذا المرض والذين يقدر عددهم بأكثر من 350 مريض. وبعد توقف الدعم منذ عدة أشهر عن المركز، أبلغت مديرية صحة حلب الحرة منظمة فريق الصحة المنبثق عن منظمة الصحة العالمية بخطورة وضع المركز وأنه مهدد بالإغلاق، ولم تتلقى المديرية رداً رسمياً بهذا الشأن ما اضطرها لتعليق عمل المركز. قام فريق من الهلال الأحمر بإجلاء 5 حالات مرضية من مدينة مضايا المحاصرة بريف دمشق إلى مشافي العاصمة، وأفاد ناشطون بأن الفريق استطاع الدخول للبلدة وإجلاء 3 سيدات ورجلين من المرضى، بالإضافة لمرافق واحد بعد سماح قوات النظام لهم بالدخول للمدينة، مضيفين أن ذلك يأتي عقب عدة مناشدات أطلقها ناشطون لكل من الأمم المتحدة والهلال الأحمر بعد وفاة الطفل محمد شعبان في بلدة مضايا صباح الأمس، متأثراً بإصابة تعرض لها نتيجة الضرب المبرح من قبل حواجز ميليشيات حزب الله أثناء اعتقاله، إضافة لسوء حالته بسبب نقص التغذية إثر الحصار المفروض على البلدة. نرجع لأخبارنا في مدينة حلب، فحيث اليوم العالمي للتوعية بالألغام وبالتعاون مع منظمة فسحة أمل، نظم فريق التوعية في الدفاع المدني السوري في مدينة حلب محاضرة توعوية داخل مقر المنظمة في حي الكلاسي. وأفاد إبراهيم أبو الليث مدير الفريق في تصريحات صحفية أن المحاضرة تضمنت معلومات عن أشكال الألغام والقنابل العنقودية وخطورتها وطرق تفكيكها، لافتا إلى حضور مدرسة المدارس والكادر التدريسي في حلب لتعريفهم بهذه المعلومات، ومن ثم نقلها إلى المدنيين والطلاب. وتضمنت المحاضرات فقرة عن مخاطر الأسلحة الكيميائية وطرق الحماية منها، وخاصة غاز الكلور الذي استهدفت به مناطق مختلفة من سوريا. ووفق أبو الليث فإن فرقا من الدفاع المدني والمنظمة ستجوب قريبا أحياء حلب لتوعية المدنيين. وهلأ مشاهدينا بننتقل للأخبار الاقتصادية. أصدر النظام قراراً تم تعميمه على الدوائر الحكومية في أحياء مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرته، وهي القصور والجورة والهرابش، ينص على وجوب التحاق جميع الموظفين بدورات الدفاع الوطني، وتمتد الدورة لمدة شهر كامل بدوام جزئي صباحاً على ألا تتجاوز ساعات الدورة 10 ساعات. ويأتي ذلك بعد تغييب أغلب الموظفين عن الالتحاق بوظائفهم خوفاً من سوقهم إلى الخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية، وتوقف أغلب مديريات ومؤسسات الدولة عن الخدمة والعمل. دير الزور مننتقل لريف إدلب، حيث سلمت جمعية الوفاء الخيرية عددا من الشقق السكنية لمتضرري القصف في ريف إدلب، إضافة لبعض العوائل النازحة وأسر الشهداء ممن يعانون مشاكل اقتصادية خاصة بالسكن، وذلك بدعم من جمعية الرعاية الإسلامية والرحمة العالمية وبحضور شعبي ورسمي. وفي تصريحات صحفية قال أحمد الشريف المدير العام لجمعية الوفاء في الداخل السوري أن هذا المشروع الذي حمل اسم قرية الرحمة السكنية لإيواء النازحين يتألف من 7 أبنية سكنية في كل مبنى 24
شقة بمساحة 32 متر مربع إضافة ل 100 وحدة سكنية، وقد وصلت الكلفة التقريبية للمشروع حوالي 400 ألف دولار أمريكي، بحيث تكون شقق جيدة وملائمة تماماً للسكن المؤقت. وهذا وأفاد الشريف أن إنجاز المشروع استغرق 9 أشهر، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 268 أسرة. أمهلت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية الشركات السورية الصغيرة منها والكبيرة والمنظمات المدنية في الأراضي التركية حتى بداية شهر حزيران القادم لتصويب أوضاعها، وذلك فيما يخص تسجيل العاملين لديها والحصول على ترخيص رسمية للشركات غير المرخصة. ولفت تمام بارودي نائب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري خلال ندوة نظمها المنتدى بالتعاون مع منظمة بيتنا سوريا إلى شمول كل المشاريع السورية بهذا القرار بما فيها البقاليات الصغيرة، وعن الإجراءات التي ستعتزم السلطات التركية اتخاذها بحق المخالفين من السوريين. أشار بارودي إلى احتمالية الإغلاق الفوري للشركة غير المسجلة مع فرض غرامة مالية، وصفها بالكبيرة. بشكل كبير في الأسواق المحلية بحدود 50% لبعض الأصناف خلال الربع الأول من العام الجاري. وحول هذا الموضوع أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق التابعة للنظام أن ارتفاع الأسعار يعود لعدد من العوامل الداخلية والخارجية، كما يرتبط جزء منها بالدول المنتجة، إضافة لعوامل محلية رفعت الأسعار، أهمها ارتفاع سعر الدولار لتمويل المستوردات من المصرف المركزي والقرار 703 الذي أجبر المستورد على دفع ثمن بضاعته مرتين للمورد ولمؤونة الاستيراد. والآن مشاهدينا مع آخر أسعار صرف العملات وأسعار الذهب. هلا مشاهدينا رح ننتقل لراديو أورينت ببرنامج صح النوم سوريا لزميلنا عمر. صباح الخير. يا صباح النور فانيتا. صباح الخير هاني. صباح النور عمر. اليوم يمكن انتو حلقتكم دائما يوم الخميس بتكون حلقة منوعة، اليوم أخبار ومواضيع متنوعة، ولكن عندنا كمان عنوان رئيسي اللي هو 10 ألعاب من أيام الطفولة. شيء كتير حلو صراحة عمر، يعني نحن كتير عندك أنا كانت أفضل لعبة عندي لا سبع حجار سبع حجار هدول القصدي عليهم هاني اللي هي نطمطة والقصص هاي. عمر نحن أكيد نشتاق لكل شيء كنا نشوفه زمان، يعني من أفلام كرتون لألعاب كنا نلعبها، يعني لسه مبارح كنت عم بستذكر أيام الطفولة، فأكيد نحن متحمسين ومتشوقين لنشوف شو في عندك اليوم، وبلكي بنلعبهم كمان سوا بعد البرنامج. مو غلط. تفضل إليك الهواء عمر. شكرا لكم. نحن كالعادة بنبلش دائما ببرامج راديو أورينت، واليوم الخميس ونشوف البرامج. اليوم بعد صح النوم سوريا عن نشر الأخبار على الساعة 11، إعادة أسبرين تبع مبارح على الساعة 11:30، بعد إعادة رمانة الهواء على الساعة 12، نشر الأخبار على الساعة 1، بعد برنامج نصية على الساعة 1:30، إعادة حلقة برنامج رادار تبع مبارح الساعة 2:00، نشر الأخبار على الساعة 3، أسبرين حلقة جديدة منه على الساعة 3:30، إعادة زاوية حرجة تبع يوم الأربعاء الساعة 4، ألو سوريا حلقة جديدة منه الساعة 5، نشر الأخبار على الساعة 6:30، حلقة جديدة من تي تايم شو، وأخيرا الساعة 7:30 عيلة بنص الشارع. هذا كان ملخص أخبار
برامج راديو أورينت لليوم الخميس. هلا مبدئيا طبعا المشاركات عندنا حوالي 2500 مسج قابلة للقراءة، فبدي احاول اشوف قديش اليوم بقدر خلص منهم، لانه اليوم راح نخصص الساعة الثانية من برنامج صح اليوم سوريا للاخبار صحيح، ولكن القسم الاكبر راح يكون للمشاركات ولحتى نتواصل مع حبايبنا. هلا هيك خبر على السريع بيقول، طبعا هو خبر مفاجئ شوي، الامتناع عن تناول اللحوم يجعلك معرضا للسرطان. الله يبعده ان شاء الله وهيك والشفاء للجميع، ولكن هذا الخبر بيكون صادم شوي، لانه الناس بتتوقع انه اللحوم او بشكل عام واللحوم الحمراء بشكل خاص هي مثل ما كثير سمعنا عنها وحكوا لنا ودراسات بيقولوا انه اللحوم الحمراء هي اللي بتخلي نسب الإصابة بالسرطان ترتفع، ولكن هذا الخبر إجا لا ينسف الموضوع من أساسه، لأنه إذا كنت من الأشخاص النباتيين 100% فعليك الحذر، لأنه الدراسة هي كشفت أنه النباتيين أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون تحديدا بالمقارنة مع الأشخاص اللي بيتناولوا اللحوم. هاي الدراسة قامت فيها جامعة كورنيل الأمريكية، اللي وقالت الدراسة أنه اللي بيتبعوا حمية غذائية نباتية تطور عواملهم الوراثية جينا يسبب الالتهابات ويزيد خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب بنسبة 40% عن غيرهم. الباحثون نوهوا أنه اتباع هاي الحمية وخصوصا إذا كانت متوارثة بيتسبب بطفرات جينية بالحمض النووي، مما يزيد من تفاقم احتمالات حدوث الالتهابات. أجسام الأشخاص النباتيين بتمتص بكميات أكبر الأحماض الدهنية للنباتات، وهي اللي بتتحول لحمض الأراكيدونيك، مما يقوي فرصة الإصابة بالالتهابات المزمنة بحسب الدراسة. فالباحث الأساسي أو المشرف الأساسي على الدراسة اللي هو اسمه توماس برينا قال إنه الطفرة الجينية بتعرقل إنتاج أحماض الأوميغا 3 الدهنية اللي بتقي القلب من الأمراض. هلأ تغشكم شوي، معناته الواحد لازم يعوض أوميغا 3 إذا كان نباتي. فهذا هذا الشيء حقيقة يعني الاعتدال بكل شيء منيح، فالحمية أو النظام الغذائي النباتي 100% يبدو إنه مو مثل ما كانوا العالم متخيلين. ديروا بالكم، عوضوا شوي دهون حيوانية أو لحوم وأوميغا 3 لحتى الواحد يكون بالجانب السليم. على كل بس بدي هيك هالسريع هلأ امرق على المشاركات مشان ما حدا يزعل مننا، وهو رح يضل في ناس رح تزعل بس ما رح لحق أقرأ الكل. روعة مقيمة بمصر بتقول أحلى صباح وصباحكم، على قولة إخوتنا المصريين اضحك ما فيش بالدنيا حاجة مستهلة، يسعد صباحك وشكرا لك يا روعة. هلأ في عنا كمان طبعا هلأ بعد شوي في عنا صور، خلوكم معنا. هاني الخالدي عم بتسأل وين هالغيبة على اللي أيام المرأة، لكن رجعنا وشكرا لك يا هاني على الاستفادة وخليك معنا. عبد الله كردية عم يقول صباح معطر بالورد والياسمين، يسعد صباحكم. إيناس من حما بتقول إيناس بتحبكم كثير، شكرا لك يا إيناس. خالد عز الدين عم بيقول صباح الخير عمر ولارا وصديقي أبو عبدو عجاج، إن شاء الله يكون عم يسمعك. شيماء من حلب مقيمة بتركيا عم تقول يسعد صباح كل العاملين بي أورينت. رضا باعت لنا، طبعا رضا مستمعنا الدائم باعت لنا ورود وسمايليز، شكرا لك يا رضا. أبو حسين من حلب كمان عم يقول صباح الخير والسرور وبسمات الأمل صباح النصر لسوريا، يسعد صباحكم لارا وعمر، يسعد صباح أروع أوريان، شكرا أبو حسين. ماهر سليمان كمان عم بيقول وينكم وين هالغيبة، ليكنا وصلنا وليكنا هون، وشكرا لك كمان على الاستفادة. نشأة الشامي بيسلم علينا كمان، ونشأة كان غايب صار له فترة، عم بيقول صباح الورد والفل والياسمين، مرحبا الألقاب والقصص اللي باعتها. طالب هو كمان غنية إن شاء الله بالساعة هلأ بس نطلع من الجولة كمان نحط لك إياها أكيد، وبيهدية هاي الغنية لوحدة بتعرف حالها. أوكي هلأ منشوف. مروان نايف كمان مستمعنا الرائع بيقول صباح الخير والخيرات الأحلى عمر ولارا، صباح الربيع أحلى معا وراديو أوريانت صباح النور، شكرا لك يا مروان. مرام كمان بتسلم علينا، وفاء من معظمية الشام، عبيدة من حمص، مؤيد من الغوطة الشرقية وبعث لنا صور من بساتين الغوطة إن شاء الله بنعرضهم الأحد.
هلأ رح اكتفي بهذا القدر لحتى نقدر نشوف الصور اللي محضرين اياهم بالكنترول جوا. بنروح نشوف الصور وبنرجع. طبعا شكرا لكل اللي بعثوا لنا الصور وان شاء الله يكونوا شافوهم، حتى لانه في ناس بيبعثوا الصور لحتى يشوفوهم كمان قرايبهم او حدا تاني بغير بلد، فان شاء الله يكون التوقيتات زبطت والعالم كله قاعده وعم تشوف اورينت نيوز وعم تشوف برنامج جوله الصباح لحتى توصل الرسائل لاصحابها. بدي هيك كمان مر يعني ولا لا منروح على خبر على السريع. هو الخبر بيقول انه ما حدا، انا ما كنت بعرف انه كانوا الصين عاملين تمثال ابو الهول كامل بحجمه الحقيقي بالصين. ام مصر احتجت على هذا الموضوع لانه يعني طبعا نجحت وخلت الصين تفكك تمثال ابو الهول اللي هو نسخه مثل ما قلت طبق الاصل، وهذا الحكي بعد قرار مؤسسه العلوم والفنون والثقافه التابعه للامم المتحده اليونسكو. هلأ التمثال صاروا 3 أيام عم يتفكك لحتى يتخلصوا منه بالنهائي. اعتذرت الشركة الصينية المسؤولة عن المتنزه، هي طبعا حاطينه بقلب بارك أو متنزه، واعتذرت الشركة الصينية وبس رح تفكك النسخة، كانت أنه بس لتصور عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية لحتى يعملوا ترويج مع أبو الهول المستنسخ، ولكن هذا اللي خلى الصين ومصر يصير في بيناتهم هذا السجال. طبعا بتقول مصر إنه هذا بيضر السياحة، ونجحت بالأخير إنه تجذب وجهة نظر، يعني تخلي الأمم المتحدة تتبنى وجهة نظرها وتأمر الصين بتفكيك هذا التمثال. يا سيدي أوكي، لأنه بالنهاية يعني اللي أكيد ما راح الناس تروح تشوف نسخة أبو الهول اللي بالصين بدل ما تروح على مصر وتشوف الحقيقي، بس يا سيدي نشوف إذا بتتحسن السياحة. على كل كمان إيناس عم تسأل وين صورة، هلأ مسأل الجاليري وين صور إيناس. يا جماعة إيناس نحن عم نبعث الصور، يعني أنت الصور اللي بعتيها شكرا. طبعا هاني وفانيتا بعثت لكم هي فناجين قهوة ومكتوب عليها اسمكم يعني بالاسم، أنا ما عم فنص يعني. هي وهي إيناس مشان تتأكدي إنه عم الصور هي عبارة عن فنجان قهوة إلك ولافانيتا، وطبعا فنجانين إلي وللارا، ومعن فنجان لحاله إيناس بتخيل. وطبعا وشكرا إليك على الفنجان تبعي كمان. هي إن شاء الله تكوني إيناس يعني قدرت توصل الصورة بالوصف. كمان خالد عز الدين باعت صور، صور طفلة أو طفل ما بعرف، وبيجنن يخلي لك يا رب. وإن شاء الله بنعرض بالأيام القادمة. كمان أمل عم تسأل عن صورة. أمل مشكلة بيسألوني، يعني أكيد أنا مالي مصلحة إنه خبي الصور، ولكن أمل بيكون في تراكم لصور قديمة. شكرا لك. كمان في معمول وغريبة وكاسة مي وفنجانين قهوة، هدول بتخيل إلي وللارا بس. لا اليوم معن كسب معنا قهوة كثير اليوم، ويخلي لك يا هالولد الحلو اللي مستعد يروح على المدرسة
بتخيل ابنك يا أمل، صباحك سعيد وشكرا لكلماتك الحلوة. كمان عنا إيناس، لا هي إيناس لأنه في عنا أكثر من إيناس. مرام، شكرا لك يا مرام، وفاء وعبيدة ومؤيد من غوطة الشرقية مثل ما قلنا قبل شوي، شكرا لكم كلكم. للأسف وقت الفقرة خلص، رح نرجع على استوديو جولة الصباح. نعم عمر، عمر من الصور اللي اليوم تم عرضها من صور المشاركين كانت في صورة مطبقة بتنجان، واليوم كمان الطبخة اللي رح تكون معنا واللي رح نحكي عنها بعد فقرة الأبراج هي مطبقة البتنجان. حلو. كمان هذا توارد خواطر فظيع. نعم طبعا، لكن عمر نحن أكيد كمان بدنا نصبح على جميع المستمعين، وأكيد لإناسنا نتشكرها على فنجين القهوة، يعني نحن يا هي وصلونا الفنجين عم نشرب قهوة. سمعتوا يا مستمعين ويا مشاهدين، هي وصلوا الفنجين. شكرا كثير لإلهم. شكرا عمر وشكرا لكم. شكرا. وهلأ مشاهدينا بدنا نروح لفقرة الأبراج اليومية. وبالبداية مع برج الحمل، مهنياً تدور عجلة العمل كما تريد، ولكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق. عاطفياً شعورك بالارتياح النفسي يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ، ويصبح التقرب منك سهلاً. يعني اليوم طالع برج الحمل أفضل بكثير من امبارح. ومنروح لبرج الثور، مهنياً يدخل مركور برجك ويشكل طالعاً جيداً مع جوبيتر وبلوتون، ويبشر بجديد أو بربح في هذا اليوم، فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل. عاطفياً لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك لألا تفقد مصداقيتك. يا برج الجوزاء، اليوم مهنياً يزول الكثير من المعوقات التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمناً باهظاً. أما على الصعيد العاطفي، حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لألا تقع في المحظور. أما برج السرطان، مهنياً تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز انتظرته طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة، أنت تمتلك القدرة على ذلك. أما عاطفياً لا تحمل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وأيضاً ببساطة. برج الأسد اليوم بده يفتح عينيه كتير منيح ويكون منتبه على الصعيد المهني، فقد يحاول بعض الزملاء تشويه صورتك لكنهم يفشلون لأن صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم. عاطفياً البحث في دفاتر قديمة يعيد فتح الجروح، فحاول أن تبقى بعيداً عن هذه الأمور فهي لن تفيدك بشيء. هو دائما فانيتا، ان كان لبرج الاسد او للابراج الاخرى، دائما فتح الدفاتر القديمه دائما بيعمل طبعاً مشاكل، خاصه بالعلاقات العاطفيه. أكيد. لبرج العذراء، كن اكثر تعقلا مع الزملاء، وخصوصا ان اي خطوه ناقصه تؤدي الى عواقب قد لا تحتملها. عاطفيا العبره الاساسيه في العلاقه بالشريك تتمثل بعامل الثقه الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل. و
ولبرج الميزان، مهنيا تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة الذين ينصبون لك فخاخا. عاطفيا أنت مسالم بطبيعتك، لكن تميل إلى تضخيم الأمور هذا اليوم وإلى فرض الرأي بالقوة. أما برج العقرب قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكن الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك الفكرية. عاطفياً التقلب في الطباع لن ينفع مع الشريك، حاول المحافظة على العلاقة بينكما واعمل على إزالة الخلافات. ويوم جيد لبرج القوس على صعيد المهني، لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليا وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم. عاطفيا لا تستسلم ولا تقع ضحية في فخ الأنانية، بل تصرف بنضج ووعي كاملين. يعني برج الجدي اليوم يمكن بده يحمل سلاحه ويفوتك بالشغل ويطبق العالم، لأنه بيقول الطالع لبرج الجدي الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في عملك، وحاول النهوض مجددا، الأسلحة اللازمة بين يديك. أما عاطفيا منح الشريك المزيد من الوقت يساعد على التفكير جديا في حل العقد وتجدان مخرجا لكل مأزق. ونحن كمان منقول لبرج الدلو بكفي لعب، خلص اليوم بكفي لعب، لأنه مهنيا عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر، وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية. عاطفيا تتخلص من بعض الفتور في العلاقة بالشريك بعدما كان سبب غيابك شبه متواصل عنه لكثرة انشغالاتك. أما برج الحوت فانيتا يشعر بالحماسة والرغبة في التقدم، ولا عجب إذا بدأت القيام بإجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك. عاطفياً تترسخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير، ويسهل عليك قبول الأمر الواقع فهو جيد. مشاهدينا رح نكمل فقراتنا، لكن بالبداية خلونا ناخذ أول فاصل ونرجع. لا تفضل. طب انت صبحي خلص. لا والله لا انت تصبح. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. مثل ما حكينا قبل فقره الابراج، انه اليوم نحن عندنا مطبقه الباذنجان. كيف بتحبيها فانيتا؟ صراحه لا. تمام. مو قادره اجامل، انا بحب الاكل كله، لكن الباذنجان هو الشيء الوحيد اللي انا ما بقدر اكله. بس هي مطبقة الباذنجان إلى طريقة خاصة بتنعمل فيها، وهي تعتبر من الأكلات الطيبة كتير، وخاصة إنه شاطرين فيها كتير الشوام والسوريين. لكن بالتحديد بقول لك شيء هاني، أكيد من تحت إيد الخالق انفراس كل شيء طيب ومستعدين نجربه يعني. أكيد. خلينا نشوف هلا كيف طريقة مطبقة الباذنجان مع انفراس.
صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بالفقرة الأسبوعية فقرة الطبخ. اليوم حضرت لكم مطبقة باذنجان. طبعا نحن هيك المتعارف عليها اسمها، في ناس بيسموها منزلة باذنجان، بس هي اسمها عنا مطبقة باذنجان. طبعا الباذنجان حسب الرغبة كبير أو صغير كمان بيمشي حالها. محضرة كيلو باذنجان، 4 حبات فليفلة، بصلتين، كيلو بندورة مقشر ومقطع. طبعا ملاحظين حبته كبيرة مو ناعمة، يعني حبة البندورة. 1/2 كيلو لحمة، طبعا اللحمة حسب الرغبة كمان. 2 معلقة مربى البندورة، 2 معلقة سمنة وملح وفلفل. رح نبلش هلأ نقطع الباذنجان. أنا طبعا قطعت البندورة مسبقا مشان الوقت، بس الباذنجان رح أقطعه هلأ قدامكم. أنا ما رح أقشر الباذنجان، وهي ترجع حسب الرغبة، اللي بيحب يقشره كمان بيتقشر، واللي ما بيحب يقشره بيخليه بقشره أفضل. طبعا رح أقطعه حلقات وعريضة لأنه بدنا نقليه هلأ بالزيت. وهلأ بعد ما حمينا الزيت رح بلش قلي الباذنجان. وانا عم بستنى الباذنجان لينقلى، طبعا رح اقطع البصل. البصل حسب الرغبة، ناس بتحبوا تعملوا مكعبات ممكن، او شرايح كمان ممكن. هلا انتهيت من تقطيع البصلات، رح اقطع الفليفلات كمان بهالطريقه مواس رح اعملهم، بس ما ننسى الباذنجان اللي على النار. هلا بعد ما قطعت البصل والفليفلة رح بلش نزلها على النار. طبعا حطبخ هلا البصل مع الفليفلة واللحمة والبندورة، وبعدين بحطها مع بعضها هي والباذنجان بالصينية وبدخلها على الفرن 5 دقائق بس. هلا رح نقلي اللحمة والبصل. طبعا هي ممكن تنعمل بهي الطريقة، ممكن تنعمل كمان بطريقة تانية. الخضار هي ونية طبعا منطبقها بصينية ومندخلها على الفرن، بس هي أنا بلاقيها الطريقة أطيب وأسرع. هاي اللحمة نشفت ميتها مزبوط. هلأ رح نزل البصل اللي شوي مع اللحمة. طبعا ما بدي أقليه لحتى يصير لونه ذهبي، لحتى يدبل شوي البصل. وهلا دبلت البصل عنا، رح ننزل الفليفلة. مباشر رح ننزل البندورة.
وهلا رح اغطيها بطبختنا لحتى تستوي شوي، من 10 دقائق لربع ساعة بتكون جاهزة إن شاء الله ونكمل طبختنا. هلا رح نشق على طبختنا. طبختنا هيك تقريبا استوت. هلا بدي اضيف معلقتين مربى البندورة، معلقة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود. طبعا هيك هي مو كامل استواتها، بما انه بدنا ندخلها على الفرن بنخليها شوي بدها استواء مشان تستوي مع الباذنجان هلا بالفرن. هلا بنطفي الغاز. هلأ هيك صارت طبختنا جاهزة، دخلها على الفرن من 5 دقائق لعشر دقائق بتكون جاهزة إن شاء الله. هلأ رح نشوف طبختنا صارت جاهزة. هي طبختنا صارت جاهزة، صحتين وألف هنا. ممكن تاكلوا جنبها فليفلة خضراء، بصل أخضر، ممكن مخللات، شطة، هاللي بتحبوه اللي بيناسبكم. صحتين وألف هنا إن شاء الله. نلتقى إن شاء الله الأسبوع الجاي وطبخة جديدة. يعني فانيتا أنا ما بعرف يعني لساتك مصرة أنه ممكن ما بتحبي هيك أكل؟ لا ما لا غيرت رأيي هاني. غيرت رأيي عن جد. مشاهدينا بعد ما شفنا طبخة أم فراس رح ننتقل لتقرير في أقامة عدة جمعيات مهتمة بالتعليم أولمبيات للطلاب في تجمع مخيمات الكرامة شمال إدلب. شملت الأولمبياد 3 مواد دراسية أساسية بمشاركة عدة مدارس. منتابع. نظراً لأهمية التعليم ولدفع الأهالي والطلاب إليه، أطلقت عدة جمعيات مهتمة بالعملية التعليمية أولمبياد للطلاب في تجمع مخيمات الكرامة شمالية إدلب، حيث شمل الأولمبياد حوالي 10 مدارس قدموا طلاب متفوقين في عدة مواد. طبعا انطلق العمل بحملة رغم القصف والنزوح حقي أتعلم بالتزامن مع مبادرة الأولمبياد العلمي، بناء على كثير استشارات تضمين لآراء الفاعلين والمؤثرين ومؤسسات ذات الفعالية بالعملية التعليمية لما لها الأهمية. التعليم والعملية التربوية من أهمية كبيرة في حياتنا. طبعا كان في اختبار للطلاب تم على عدة مراحل وبفقالية محددة، تم في نهاية الاختبارات تكريم الطلاب الأوائل بالإضافة إلى تقديم الشكر والتكريم للأساتذة المشاركين في لجان الاختبار. الأولمبياد الذي أقيم في مدرسة البراعم برعاية شبكة أمان كان في 3 مواد وهي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتمت الامتحانات بحضور لجنة مختصة لاختيار الطلاب المتفوقين.
نحن هون بمدرسة البراعم التابعة للمؤسسة الدولية لدعم المرأة، استضفنا فعالية رعتها شبكة أمان. قامت الفعالية بمسابقة بين طلاب المدارس بالتجمع الكرامي بشكل عام في ثلاث مواد: الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، طبعا للصفوف صف السادس والصف التاسع والصف الثالث الثانوي. كرمت اللجنة الطلاب المتفوقين بهدايا رمزية ضمن حفل حضره أولياء الأمور. وتأتي أهمية هكذا فعاليات كونها تسعى إلى إعادة أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى المدارس وترغيبهم بالتعليم، خاصة بعد ترك عدد كبير من الطلاب دراستهم. دعما للعملية التعليمية وتشجيع الطلاب على الدراسة، أقيمت هذه المسابقة بين أطفال غابوا عن دراسة لأعوام نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا. محمد فيصل، أورينت نيوز، من تجمع مخيمات الكرامة، ريف إدلب. ومشاهدينا، هلا وصلنا للفقرة المحببة لكثير من المشاهدين، بنقوم فيها بتفسير أحلامكم اللي بتبعتوا لنا إياها على صفحة البرنامج على الفيسبوك جولة الصباح. وأكيد بيسعدنا نستضيف الدكتور مفسر الأحلام ماهر حنون. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيف صحتك؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. طب دكتور، أنا دائما بخطر ببالي الناس بتبعت لك أحلام، نحن بنقول لك أحلام، أنت شو بتحلم؟ والله العجيب إن أنا ما بحلم. وإن حلمت بحلم كله خرابيط. نعم. يعني بتكون بحاول إني أفسرها بس ما بقدر. يمكن لأنه بتفسر للأحلام ممكن كلها فخلص يعني أنت ما في داعي تحلم، ما في داعي. المثل باب النجار مخلع. هذا المثل يطبق علي، باب النجار مخلع. طيب دكتور، أهلا وسهلا فيك بالبداية. وعنا أول يعني أول مستمع أول مشارك معنا هو إبراهيم من إدلب. حلم إنه عم بياكل سلطة وفي عليها خل كتير، هو كتير حابب يعرف شو رمزية الخل بالحلم. نعم، الحلو إنه سلطة، وسلطة هي خضار. نعم. ودائما إحنا اتفقنا إنه الخضار والفواكه يعني خبر طيب. الفاكهة ممكن أكثر مسألة الرزق. رزق أكثر. الخضار يعني أكثر شيء بالخبر السعيد. فهو يعني هو وسلطة هي خلطة من الخضار، فيعني إن شاء الله في له خبر سعيد. والخل الخل هو بيزيد نكهة. نعم. نكهة جميلة حلوة كذا. وكان أيام زمان قديما يحبوا يعني الخل كثير. أفضل الإدام هو الخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الإدام هو الخل. فكانوا يحبوا الخل يعني لأنه يعني هو خلاصة من بعض الخضار. فالمقصود فيه هنا يعني خبر حيسعده وحيكون شيء كبير يتمناه، بل قد يكون أكثر مما يتمناه. نعم. طب دكتور، ما هو الخل نحن بنعرف أنه زيادته بالحقيقة، نحن بنعرف أنه الأحلام غير عن الحقيقة. نعم. تفسير نعم. الحلم، لكن بالحقيقة زيادة الخل بيعمل طعمه مو كتير طيبة بالتم. نعم. فيعني بالحلم شيء هو ثاني. نعم، حلم ثاني هو أي شيء فيه زيادة في خير أكثر. يعني إن شاء الله خبر، أنا قلت لك يا أما خبر يتمناه بل قد يكون أفضل ما يتمناه. على خير إن شاء الله. طيب دكتور، بهاي الحالة بس قبل ما ننتقل للحلم الثاني، بهاي الحالة بلكي هو طيب مثلا كان مشتهي سلطة ونام وممكن ممكن كمان ممكن بس ما أتوقع الواحد نام. بس بدي نام على سلطة أو مثلا عم بفكر يعمل رجيم فعم بفكر بالسلطة. هذا عشان هيك لازم يوضحوا لنا بالأحلام. مشان هيك مشاهدينا دائما بعتوا لنا توضيحات شوي للأحلام. هلا طيب بدنا نروح للحلم الثاني. عندنا سمر من لبنان. سمر مو بعته إلا أنه عم تسأل شو يعني صبغة الشعر بالحلم. ولا بعته أي تفصيل تاني. كويس كويس، حتى لو ما بعتت يعني دائما يعني كثير بيتصلوا فيه في مسألة هذا البنات. نعم. يعني صبغة الشعر ما المقصود؟ فإحنا عندنا يعني قاعدة في هذه المسائل، إذا كان الشعر أسود فصبغته إلى أفتح، إذا كان أفتح يعني إن شاء الله في خبر سعيد، وخاصة بالشعر في مين إذا كان شعر مسرح وصبغة لون. نعم. مخالف لونها الحقيقي، فهذا يكون زواج أو خطوبة إلها. نعم. أتوقع سمر لا من الزوجة ولا خطوبة ولا خاطبة. فأتوقع لأنه شرعة الحلم هذا، فهذا دليل على ماذا؟ على إن شاء الله في خطوبة إلها أو زواج. طيب لو كانت مش زوجة، هنا بكون في شيء تنتظر، هي تنتظر حمل مولود أو لأنه أي شيء. نعم. لأنه الشعر هو ترتيب حياة، ترتب شعرك انت بترتب حياتك. فهذا المقصود. واذا غيرت اللون يعني غيرت طبيعه حياتك، قد تكون غير متزوج بصير متزوج. طب اذا كنت متزوج بتكون مثلا حمل، ف
فهذا المقصود إن شاء الله. إن شاء الله يعني نتمنى على الخير بكل الحالات إن كانت متزوجة أو مو متزوجة، يعني إن شاء الله الله يوفقها. عنا الدكتور باسل من درعا شاف إنه بغرفة كلها عتمة وفيها شمعة كتير طويلة بالزاوية وعم يصير حواليه يعني شيء مش مفهوم، يعني وقاعد بغرفة عتمة شمعة بس طويلة وما في في شيء مش مفهوم. هذا إحنا ذكر تذكر لما قلنا لكم الحلم إما تبشير أو تحذير أو صفة، هذا من صفة من صفته متشائم هذا الشاب، غرفة معتمة بالزاوية حاط شو شمعة. هو شايف الدنيا سودة بس، لكن حتى لو كان شايف الدنيا سوداء لكن عنده أمل. الشمعة ترمز إلى الأمل، نأمل إنه هذا النور إن شاء الله يكون فبات فاتحة خير عليه، فأنا بدي إياه إنه يغير من طبيعته، التشاؤم يتركه، تفاؤلوا بالخير تجدوه، هذا حديث صحيح، نعم، فهو يتفاءل ويقترب من من الشمعة حتى تضيء له حياته. نعم. والشيء مش مفهوم يعني شو هو يعني؟ أنه حياته كلها مخربطة. بس لأنه هو من درعا كمان كمستقبل يعني كمستقبل شايفة إنه كل شيء مخربط في مستقبله. الوضع الحالي في حياته، لكن إن شاء الله ما دام في شمعة إذا في أمل. يعني هو كمان لأنه عايش كمان هلا بالداخل الأجواء. السوري والأجواء والأوضاع وكذا وهيك. فكمان أيضا عندنا ابتهال من حلب، حلمت أنها عم تحط مكياج وتلبس فستان بالرغم من أنها متزوجة وعندها 3 أولاد. الله يخلي لك إياهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. دائما المكياج المرأة لماذا تضعه؟ تزداد جمالا، فيعني هناك في تغيير في حياتها. شو هو التغيير؟ الله أعلم، لكن هناك في تغيير أفضل، كل ما تزينت أكثر وتجملت أكثر، المكياج يجمل المرأة. المرأة هي جميلة، ما بالك وضعت المكياج تزداد جمالا. طب بالحلم فستان كمان أو فستان إذا فستان إذا حكيت 3 أولاد لو حكيت لنا لون الفستان، لأنه على لون الفستان نتكلم عن شيئين، اللون الفستان إما أنه عندها مشكلة مع زوجها فيتغير الأفضل، أو أنه زوجها جيد لكن يزداد حسن هذه المسألة، أو أن هي تتمنى بنت فالله يرزقها بنت. لا هي عندها 3 أطفال ما حددت. ما هو يمكن إذا ما عندها بنت، إذا ما عندها بنت أو إذا كانت بنات يمكن ولد. هي اللي تتمناش لون الفستان بيوضح اللون إذا كان كذا كان كذا بوضح. يعني لو نقول يعني كان لونه وردي له علاقة. إذا وردي بيكون بنت أو أحمر بنت. إذا كان أزرق بيكون ولد، أبيض ولد، أصفر، ألوان هذه المحببة للبنات بيكون بنت. تمام دكتور نحن ننتقل لأم عبد الحميد من سوريا، ما حددت هي من وين لكنها من داخل سوريا. حلمت إنها بالمستشفى مع مرت ابنها وهي عم تولد، وإنه إجاها حفيد كتير حلو سموه محمد بالرغم إنه ابنها مستشهد من 2. هذه هي دائما المستشفى يعني هم كبير، مشاكل. نعم. مشكلة كبيرة، وهي مرت الشهيد يعني في حالة ولادة، في حالة ولادة ووضع. فأنا اللي أتوقعه إنه تقدم لها إنسان آخر. والله أعلم تقدم إنسان آخر. بس هي حلمت وهي عن مرت ابنها. مرت ابنها الشهيد. نعم. هي حلمت إنه عم بتجيب ولد من ابنها، يعني الولد سموه محمد إجاها، لأنه عم بتقول إنه إجاها حفيد. تتزوج والله أعلم حتتزوج واحد تاني، لكن الأم حتوافق لكنها تعرف حتكون نفسيتها مش متقبلة. نعم. ولكن حتتزوج والله أعلم حتجيب ولد كمان. طيب إن شاء الله خير. هذا الحلم نشبت الحلم هذا أساس إنه لو مرت الشهيد تقدمت الزواج فالأم ما تزعل، صحيح تزعل شوي لكن الحلم هذا يخفف عنها شوي عن هذا الموضوع. طيب هديل من ألمانيا بتسأل شو يعني قراءة الكتب بالمنام. كويس تثرينا أنها مثقفة البنت هذه، ما شاء الله عندها حب للثقافة للدراسة. نعم. للطموح للكتابة يعني حديث نفس ممكن نقول يعني ما أتوقع كتير هي 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 الحلم صفة مش حكينا من الصفات. عندها صفة ممكن هي ما تقرأ هي بالأصل، لو سألتها ما بقى كثير، لكن هذا الحلم يبين إن في عندك صفة معينة لازم تستغليها إنك لو قرأتي حتكون مثقفة، حتكون كذا، تحب الدراسة، تكملي يعني طموحاتك في الأدب والتعليم، هذا المقصود فيها. أكيد شيء حلو كتير. دكتور عنا خالد عبد الرحيم من سيرمين بيسأل شو يعني أشوف المسجد الأقصى بالحلم. هذا إحنا ذكر قبل كم شهر ماضي قلنا إنه رؤية المسجد الأقصى إنه الناس بيصلوا فيه، هذا كله تمنيات إنه إنهم يتمنوا إنه يروح هناك. فإن شاء الله
شاء الله قريبا ان شاء الله ان شاء الله. ولؤي من اللاذقيه اخر حلم عنا بيسال عن تفسير رؤيه جلد الماعز في المنام، علما انه شاف حاله لابس مثل معطف مصنوع من جلد الماعز. هو بالحلم شاف حاله شاف حاله شاف حاله شو؟ انه لابس معطف مصنوع من جلد الماعز. هذا قد يكون حاله نفسيه او قد يكون يعني حديث نفس، هو يعني انتهى وقت اصلا البرد انتهى. نعم. فيعني يلبس ليش الماعز؟ ماعز انه جلده خفيف مش شتوي، ربيعي. فممكن هذا حديث نفس يعني، ما في حقيقه، ما في شيء، بس ما في لمسيه معينه لجلد الماعز او شيء. نعم. نعم. نعم نعم. طيب دكتور، نحن اكيد نتشكرك كثير لوجودك معنا اليوم، ونطلب من جميع المشاهدين انه يبعثوا احلامهم لصفحه جوله الصباح حتى نقدر نفسرها مع تفاصيل اكثر عنكم. شكرا لك دكتور. وهلا مشاهدينا بدنا ننتقل لموجز الاخبار من راديو اورينت والزميل هادي احمد. راديو أورينت على رأس الساعة ونشرات تفصيلية متتالية. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز لأهم الأنباء من راديو أورينت، يقرأه عليكم هادي أحمد. استشهاد شخص وإصابة آخرين في سقوط صاروخ بالستي روسي بعيد المدى على أطراف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي. استشهاد 4 مدنيين جراء استهداف تنظيم الدولة أحياء الجورة والقصور وهرابش بقذائف الهاون والمدفعية بدير الزور. تنظيم الدولة يعلن أنه مسؤول عن هجوم انتحاري ضرب رتلا لقوات النظام خلال محاولته التقدم من مطار دمير نحو تل أبو الشامات في القلمون بريف دمشق. قوات النظام تقصف مناطق في قريتي أم شرشوح والهلالية بريف حمص الشمالية، وطائرات الحربية تجدد قصفها لمناطق شرقي مدينة القريتين. لجان التنسيق المحلية في سوريا تقول أن طائرات التحالف الدولي وصلت إلى مدينة عين العرب كوباني على متنها ضباط غربيون لبحث إقامة قاعدة عسكرية في المنطقة. وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي يؤكد أن الحكومة اليمنية لن تقبل أي شروط للحوثيين خلال مفاوضات الكويت التي يتوقع أن تمتد لأسبوع على الأقل. هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار تقول أن معتمري قطاع غزة حرموا للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج والعمرة بسبب استمرار إغلاق معبر رفح البري. في الختام يمكنكم الاستماع إلى راديو أورينت في العاصمة دمشق عبر التردد 96.5، وأيضا في الحسكة والقامشلي على التردد 95.8. هذه عودة بكم إلى برنامجي صح النوم سوريا وجولة الصباح، إلى اللقاء.